بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في الفصل الثاني أن نكمل المشوار الذي بدأناه معكم في الفصل الدراسي الأول حول دروس النافذة الإلكترونية. أنا جمال مبارك والأستاذ علاء كيوان بإشراف الأستاذ محمد الأمين موجه الفيزياء في المنطقة وإشراف المنتقى التعليمية. الطاقة والتيار الكهربائي هو الفصل السادس، وهو الفصل الأول في الفصل الدراسي الثاني. نتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذه الحصة أن تكون قادرا على حل المسائل المتنوعة على الطاقة والجهد الكهربائيين وتعليل بعض الظواهر المرتبطة بالموضوع. المجال الكهربائي، دعونا نتذكر ما درسناه في العام الماضي عن المجال الكهربائي. ما المقصود بالمجال الكهربائي؟ المجال الكهربائي هو المنطقة التي تحيط بالشحنة الكهربائية والتي يظهر فيها الأثر الكهربائي لهذه الشحنة. وبالتعريف الإجرائي نقول المجال الكهربائي عند نقطة هو مقدار القوة المؤثرة على وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة في تلك النقطة. كيف يمثل المجال الكهربائي؟ نمثل المجال الكهربائي بخطوط وهمية تسمى خطوط المجال أو خطوط القوى. هذه الخطوط تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في الشحنة السالبة. عددها أو كثافتها تمثل شدة المجال، واتجاهها هو اتجاه المجال، وإذا كانت منحنية فإن اتجاه المماس عند النقطة هو اتجاه المجال في تلك النقطة. وفي هذا الشكل نلاحظ أن الشحنة الموجبة تخرج منها خطوط المجال، والشحنة السالبة تدخل بها خطوط المجال. وفي هذا الفلاش سنلاحظ أيضا ما يجري. بالبداية سأجعل إحدى الشحنتين صفر، ونلاحظ أن الشحنة الموجبة مقدارها هنا زائد واحد، أعملها الآن زائد اثنين. لاحظ كيف عدد خطوط زاد، أي أن قوة المجال زادت، شدة المجال زادت. وإذا أصبحت هذه الشحنة سالبة تصبح أيضا اتجاه الخطوط فقط ينعكس، وسالب اثنين أيضا عدد الخطوط يزداد يتضاعف. الآن سأضع من الجهة الأخرى شحنة موجبة، لاحظ كيف خطوط المجال كيف تشكلت. وإذا كانت الشحنتان متساويتان تصبح نحصل على هذا الشكل. وإذا كانت الشحنتان موجبتان ومتساويتان نحصل على هذا الوضع. وإذا كانت إحداهما أقل أو سالبة سأضع الشحنتين سالبتين، لاحظ ماذا حدث. هذه خطوط المجال التي درسناها في العام الماضي. الآن شحنة موجبة وشحنة سالبة والخطوط واتجاه المجال، أيضا شحنة موجبة وموجبة، موجبة وسالبة، وهنا تكون الموجبة بهذا المكان، وشحنة موجبة، وهذا خطوط مجال هو موضوع درسنا هذا اليوم. المجال الكهربائي لشحنة النقطية هو K في Q على R تربيع، حيث K ثابت كولوم هي 1 على 4 باي إبسلون، وإذا كنا بالفراغ نقول 1 على 4 باي إبسلون نوت. طبعا إبسلون نوت هي السماحية الكهربائية للفراغ، وإبسلون هي السماحية الكهربائية للوسط. المجال الكهربائي المنتظم، ما هو المجال الكهربائي المنتظم؟ هو المجال الذي يكون له نفس المقدار والاتجاه في كل نقاطه، يمثل بخطوط مستقيمة متوازية الأبعاد بينها متساوية. هذا التمثيل يبين مجال كهربائي منتظم، خطوطه متوازية مستقيمة المسافات بينها متساوية. في المجال الكهربائي المنتظم، إذا وضعنا شحنة موجبة فإنها تتعرض منه إلى قوة باتجاهه، F ستكون باتجاه المجال. إذن القوة المؤثرة على الشحن الموجبة من المجال الكهربائي تكون باتجاهه، وهذا مطابق لتعريف المجال بأنه القوة المؤثرة على وحدة الشحنات الموجبة أو على شحنة اختبارية موجبة موضوعة في النقطة. وإذا وضعنا شحنة سالبة فإن القوة ستكون بعكس اتجاه المجال. إذن الشحن السالبة تتأثر من المجال بقوة تعاكسه في الاتجاه، والشحنة الموجبة تتأثر من المجال بقوة في نفس اتجاهه. ومقدار هذه القوة F تساوي Q في E. Q في E. القوة الكهربائية قوة محافظة. ما هي القوة المحافظة؟ هي القوة التي تحفظ للجسم المقدرة على بذل الشغل الذي كمن به. هذه القوة في الطبيعة محدودة، القوة الكهربائية، قوة الجاذبية الأرضية وقوة المرونة. وإذا كانت القوة محافظة فإن يكون لها طاقة وضع. إذن القوة الكهربائية قوة محافظة، إذن لها طاقة وضع كهربائية. طاقة الوضع الكهربائية
ماذا نقصد بها؟ نقصد بطاقة الوضع الكهربائي هي الطاقة التي تكتسبها الشحنة بسبب موضعها في المجال، أو بعد قليل سنقول مقدار الشغل المبذول لنقل الشحنة الموجبة الشحنة لنقل الشحنة من اللانهاية إلى النقطة أو بالعكس بسرعة ثابتة. الآن طاقة الوضع الكهربائي هي طاقة ميكانيكية، هي أحد أشكال الطاقة الميكانيكية. إذا الطاقة الميكانيكية تتكون من كاينتك إنرجي طاقة الحركة، وطاقة الوضع الجذبية، وطاقة المرونة طاقة الوضع المرونية، وطاقة الوضع الكهربائية. إذا طاقة الوضع الكهربائية هي طاقة ميكانيكية توضع مع صور كإحدى صور الطاقة الميكانيكية. حركة شحنة في مجال كهربائي منتظم، عندما نحرك شحنة في مجال كهربائي منتظم فإننا نبذل عليها شغلا أو هي تبذل شغلا، وفي الحالتين فإنه ستتغير طاقة وضعها. مقدار التغير في طاقة الوضع يساوي ناقص كيو في إي في دي. كيو في إي كما مر معنا قبل قليل هي القوة إف، ودي هي الإزاحة أو المسافة المقطوعة. إذن هنا كأننا نضرب القوة في المسافة، وهذا هو الشغل طبعا في كوساين ثيتا. لذلك الآن سنقول أن دي هي مركبة الإزاحة باتجاه المجال، دي هي مركبة الإزاحة باتجاه المجال، وهذه نقطة يجدر بنا التوقف عندها لذلك ننتبه لها. دي هي مركبة الإزاحة باتجاه المجال، سنعطيها إشارة سالبة ونعطيها إشارة موجبة أيضا حسب الحركة، لأن تغيرات طاقة الوضع لشحنة تتحرك في مجال كهربائي منتظم. ما التغيرات التي تطرأ؟ الشحنة إما أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة، والمسافة دي أو الإزاحة إما أن تكون في اتجاه المجال أو أن تكون عكس اتجاه المجال. الآن إذا كانت الشحنة موجبة وتحركت في اتجاه المجال فإن طاقة وضعها تقل، طاقة وضعها تقل. إذا تحركت الشحنة الموجبة في اتجاه المجال فإن طاقة وضعها تقل، وهذا منطقي سنأتي عليه لاحقا. أما إذا تحركت عكس اتجاه المجال فإن طاقة وضعها تزداد. وهنا جيد أن نقارن مع طاقة الوضع للجاذبية الأرضية لأنها أقرب إلينا إلى فهمنا. ففي الجاذبية الأرضية عندما يرتفع الجسم عن سطح الأرض تزداد طاقة وضعه. طبعا خطوط مجال الجاذبية الأرضية إلى أين؟ نحو مركز الأرض. إذا تحرك عكس اتجاه خطوط مجال الجاذبية الأرضية فإن طاقة وضعه تزداد، وكذلك الشحنة الموجبة. إذا تحركت في اتجاه المجال فإن طاقة وضعها تقل، ولكن إذا تحركت عكس اتجاه المجال يعني كأنها تصعد للأعلى بالمماثلة مع الجاذبية الأرضية فإن طاقة وضعها تزداد. طبعا في الشحنات في عندي شحنة موجبة وشحنة سالبة، ولكن في الجاذبية الأرضية كتلة واحدة، ما في كتلة موجبة وكتلة سالبة. الآن إذا كانت الشحنة سالبة فإن هذا الإجراء سوف ينعكس، وإذا الشحنة السالبة تحركت في اتجاه المجال فإنها تزداد طاقة وضعها، وإذا تحركت عكس اتجاه المجال فإن طاقة وضعها سوف تقل. هنا نقول كخروج من الموضوع، إذا المجال حرك الشحنة، إذا المجال هو الذي حرك الشحنة، طبعا المجال كيف يحرك الشحنة؟ يحرك الشحنة الموجبة باتجاهه ويحرك الشحنة السالبة عكسه. إذا المجال حرك الشحنة تقل طاقة وضعها. لماذا؟ لأن عندما تتحرك بتأثير المجال سوف تزداد طاقة حركتها، فبما أن الطاقة محفوظة إذن الزيادة في الطاقة الحركية سوف تأتي على حساب النقصان في طاقة الوضع، ستكون الزيادة في الطاقة الحركية مساوية للزيادة في الطاقة الحركية مساوية للنقص في طاقة الوضع. والآن إلى هذا المثال السريع. مجال كهربائي منتظم مقداره 250 نيوتن لكل كولوم، وضعت به شحنة موجبة مقدارها 2×10^-6 كولوم. أحسب مقدار واتجاه القوة المؤثرة على الشحنة من المجال، مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائي للشحنة عندما يحركها المجال 4 متر، أين ذهب هذا الفرق في الطاقة؟ إذا حركت الشحنة عموديا على خطوط المجال فما مقدار التغير في طاقة وضعها؟ رقم 1 إي معطى بالسؤال يساوي 250 نيوتن لكل كولوم، والشحنة كيو مقدارها 2×10^-6 كولوم. الآن فرع ألف هذه معطيات السؤال،
في فرع ألف مطلوب منا أن نحسب مقدار واتجاه القوة المؤثرة على الشحن من المجال. F هنا ماذا تساوي؟ Q في E ويساوي Q قيمتها 2 في 10 أس سالب 6 ضرب E 250 5 في 10 أس سالب 4 F هي نيوتن. أين اتجاهها؟ اتجاهها نقول هنا باتجاه المجال. طبعا إذا كان محدد اتجاه المجال سنذكر الاتجاه، مش محدد اتجاه المجال نقول باتجاه المجال أو بعكس اتجاه المجال. طبعا باتجاه المجال إذا كانت شحنة موجبة، واتجاه عكس المجال إذا كانت شحنة سالبة. في فرع باء من السؤال يطلب مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنة عندما يحركها المجال 4 متر. يعني هو عايز دلتا بوتنشال انرجي. دلتا بي اي تساوي سالب كيو في اي في دي ويساوي كيو قيمتها 2 سالب طبعا في 10 اس سالب 6 في اي 250 في دي يحركها مسافة 4 متر. هيكون الجواب عندنا هنا بهذا الحال 2 في 250 500 في 4 2000 يمكن يطلع سالب 2 نعم ب سالب 2 ضرب 10 أس سالب 4 جول. فرع التالي الآن فرع جيم مطلوب منا أين ذهب الفرق، هذا الفرق في الطاقة، أين ذهب هذا الفرق في الطاقة؟ نزلت من طاقتها، طبعا تحول إلى طاقة حركية لأن هذه الشحنة سوف تتحرك في هذا المجال فتكتسب سرعة إضافية، أو إذا كانت ساكنة تكتسب طاقة حركة، وإذا كانت متحركة ستزداد سرعتها لأنها تتعجل. حطيت الإشارة طبعا هنا أنا موجب للأربعة من عشرة لأن الشحنة موجبة تتحرك باتجاه المجال، إذن ستكون إزاحتها باتجاه المجال موجبة. فرع دال إذا حركت الشحنة عموديا على خطوط المجال فما التغير في طاقة وضعها؟ إذا حركت عموديا على المجال ما مقدار التغير في طاقة وضعها؟ عموديا على هذا المجال. إذا حركت الشحنة عموديا على المجال ما في تغير في طاقة الوضع. لماذا؟ لأن الإزاحة باتجاه المجال صفر، ما في إلها إزاحة باتجاه المجال، وبالتالي لا يوجد فرق في الجهد بين هذه النقاط التي تقع هنا كما سيأتي في المثال التالي. وباختيار مرجع ليكون مستوى صفريا فإن potential energy PE تساوي ناقص QED. هذا المرجع طبعا نحن نختاره بالاختيار، نستطيع أن نختار أي نقطة لتكون هي المرجع في المجال الكهربائي، إذن عندها سيكون potential energy طاقة الوضع تساوي ناقص QE في D، ودي مرة أخرى هي مركبة الإزاحة، مركبة إزاحة النقطة عند المستوى المرجعي عن المستوى المرجعي باتجاه المجال. فرق الجهد الكهربائي، ما المقصود بالجهد الكهربائي؟ الجهد الكهربائي هو الشغل الذي يجب بذله ضد القوى الكهربائية لتحريك الشحنة من نقطة إلى أخرى مقسوما على مقدار الشحنة. إذن بالمعادلات V فرق الجهد الكهربائي أو دلتا V تساوي دلتا بوتنشال انرجي على كيو، تغير في طاقة الوضع مقسوما على الشحنة. طبعا التغير في طاقة الوضع هو الشغل، التغير في طاقة الوضع هو الشغل نفسه. وحدة فرق الجهد هو الفولت التي تكافئ جول لكل كولوم، جول في البسط لكل كولوم. الجهد الكهربائي كمية غير متجهة، أي كمية عددية قياسية. فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم، فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم كما سبق قلنا دلتا V تساوي دلتا بوتنشال انرجي على Q، ودلتا بوتنشال انرجي هي ناقص QED على Q، Q مع Q تختصر يبقى دلتا V تساوي ناقص E في D، ودي هي مرة أخرى مركبة الإزاحة باتجاه المجال. الجهد الكهربائي لشحنة نقطية، الجهد الكهربائي لشحنة نقطية يعطى بالعلاقة V
تساوي كي كيو على ار، يعني الجهد الناشئ عن شحنة نقطية مقدارها كيو يساوي في تساوي كي ثابت ثابت كولوم في كيو مقدار الشحنة على ار بعد النقطة التي نحسب الجهد عندها. يقاس في العادة، في العادة نحن نقيس فرق الجهد الكهربائي ولا نقيس الجهد الكهربائي، لذلك لا بد من نقطة مرجعية. هنا سوف نأخذ نحدد نقطة مرجعية تكون صفر. في المسائل الفيزيائية تعتبر الأرض نقطة مرجعية جهدها صفر، وكذلك اللانهاية. اللانهاية أيضا هي نقطة جهدها صفر. الجهد الكهربائي لنقطة تقع في مجال عدة شحنات نقطية. لو كان لدينا مجموعة من الشحنات النقطية وأردنا أن نحسب جهد نقطة بين هذه الشحنات أو بجوارها، كيف نحسبها؟ V الكلية total تساوي V الناشئة عن الشحنة الأولى زائد V الناشئة عن الشحنة الثانية زائد الجهد الناشئ عن الشحنة الثالثة وهكذا. إذا كانت V الواحدة تساوي K Q على R، فK ستكون موجودة في الجميع، إذن سأخذها عامل مشترك K وقوس Q1 على R1، Q2 على R2، Q3 على R3، حيث Q1 مقدار الشحنة الأولى، R1 بعد الشحنة الأولى عن النقطة، وQ2 مقدار الشحنة الثانية، R2 بعد النقطة عن الشحنة الثانية وهكذا. إذن يجمع جمعا جبريا، هذه الجهود تجمع جمعا جبريا وفق مبدأ التراكم. في هذا الشكل مرة أخرى نعود إلى موضوع المجال المنتظم والمجال غير المنتظم. طبعا المجال الناشئ عن شحنة نقطية مجال غير منتظم، لأن هناك جهود. هذه النقاط المقطعة تمثل، سميها سطوح الجهد، لكن بالكتاب لم يذكر سطوح الجهد، لذلك هي خطوط لها نفس الجهد، هذه النقاط لها نفس الجهد لأن لها نفس البعد عن الشحنة، وتكون عمودية على خطوط المجال. هنا أيضا بهذا الوضع، هنا إذن كلما ابتعدنا عن الشحنة يقل الجهد كما سنرى الآن في الشريحة التالية. هنا لاحظ معي هذا الخط جهده 70، الخط الذي يليه جهده 50، الخط الذي يليه جهده 30. إذن كلما ابتعدنا عن الشحنة يقل الجهد، يقل مقدار الجهد لأنه يتناسب عكسيا مع البعد. هنا هذه الخطوط الخضراء هي التي تمثل سطوح تساوي الجهد، في الوسط الجهد صفر، هنا شحنتان متساويتان في المقدار، النص في الوسط تبعد عن الشحنتين نفس البعد، إذن الجهد الموجب له نفس مقدار الجهد السالب، سيكون مجموعهما صفر، إذن هنا V تساوي صفر، هذه نسميها نقطة انعدام الجهد. ثم تتشكل سطوح تساوي الجهد، هنا السطح الأول السطح الثاني وهكذا. حول الشحن السالب لاحظ أنه ناقص 50 مثلا، لكن هنا حول الشحن الموجب كان زائد 50، وكلما ابتعدنا عن الشحن السالبي تقل السالبية، وكلما ابتعدنا عن الشحن الموجب تقل الإيجابية وهكذا. هنا شحنتان متماثلتان، شحنتان متماثلتان لا يوجد لهما نقطة انعدام جهد، لأنه في أي نقطة ستجد جهدان موجبان سوف تجمعهما، أو جهدان سالبان أيضا تجمعهما، لا يوجد جهد موجب وجهد سالب ليلغي منهم كل منهما الآخر. البطارية، ما هي البطارية وماذا تعمل؟ البطارية هي آلة أو جهاز يخزن الطاقة الكهربائية على شكل طاقة وضع كهربائية مخزنة في الشحنات التي يجمعها التفاعل الكيماوي على قطبي البطارية. البطارية لها قطب موجب ولها قطب سالب، في داخلها يحدث تفاعل كيماوي يؤدي إلى نقل الإلكترونات من القطب الموجب إلى القطب السالب، وهذا يستلزم شغلا. هذا الشغل يخزن في هذه الشحنات على شكل طاقة وضع كهربائية. هذه الطاقة، طاقة الوضع الكهربائية، إذا وصلت الآن بجهاز، بلمبة، بمصدر للضوء، فإنها سوف تتحرك الإلكترونات من القطب السالب عبر الجهاز، فتخسر طاقتها، تخسر الطاقة التي معها، طبعا هنا ستخسر جزء من الطاقة والجزء الآخر تخسره هنا، ثم تعود إلى القطب الموجب مرة أخرى وقد فقدت طاقتها. ماذا يحدث؟ يحدث التفاعل الكيماوي داخل البطارية، فينقل الإلكترونات هذه مرة أخرى إلى القطب السالب بادرا عليها شغل، أي يزودها بالطاقة. هذه الطاقة تأتي لتشغل الجهاز الموصول على شكل إضاءة أو شكل مروحة تدور مثلا أو مولينكس أو أي جهاز يعمل على الكهرباء. إذن التفاعل الكيماوي يحدث داخل البطارية فقط إذا كان هناك دائرة خارجية موصولة، إذا تم سحب للشحنات. أما إذا ما كان في دائرة
موصولة، فتبقى يبقى التفاعل غير فعال لأنه في توازن داخلي داخل البطارية. إذن البطارية ماذا تعمل؟ تزود الشحنات بالطاقة اللازمة، بالطاقة الكهربائية، وهي ليست مصدراً للشحنات، وإنما يعني هي لا تزود الدائرة بشحنات من عندها تولد الشحنات، وإنما تحرك الشحنات في الدائرة. الشحنات هنا تفقد طاقتها، تعود إلى القطب الموجب وقد أنهكت وتركت كل طاقتها، تقوم البطارية بحملها إلى القطب السالب وهكذا. الآن سنأتي إلى المثال الثاني، مثال 2. في الشكل صفيحتان واسعتان فرق الجهد بينهما 25 فولت والمسافة بينهما 10 سنتيمتر، احسب شدة المجال المتكون بين الصفيحتين وارسمه. ب فرق الجهد بين النقطتين A و B في الرسم. سنأخذ واحدة واحدة. الاثنين في الشكل صفيحتان واسعتان فرق الجهد بينهما 25 فولت. إذا لدي الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية التي على اليسار موجبة والتي على اليمين سالبة، في بيناتهم نقاط A و B، المسافة بينهما 4 سنتيمترات، وهذه A وهذه B. الآن يطلب مني السؤال المسافة بينهما 10 سنتيمترات و 25 فولت، إذن دلتا V تساوي 25 فولت، المسافة بيناتهم دي تساوي 10 سنتيمتر. المطلوب الأول في فرع ألف هو ما مقدار شدة المجال؟ إي. إي ماذا تساوي؟ دلتا في على دي، ويساوي دلتا في بحساب المجال، ما في داعي للإشارة، دلتا في سالب أو موجب. دلتا في كم قيمتها؟ 25 فولت. 25 دي 10 سنتيمترات، إما 10 في 10 أس سالب 2 أو 1 من 10. حط على الجواب 250 نيوتن لكل كولوم أو فولت لكل متر. في فرع باء مطلوب منا في فرع باء فرق الجهد بين النقطتين A و B كما في الرسم. إذا سأحسب فرق الجهد بين B A B. الآن في فرع باء من السؤال مطلوب أن تحسب فرق الجهد بين A و B. إذا في فرع باء من السؤال مطلوب أن نحسب فرق الجهد بين A و B. دلتا V A B يساوي ناقص E في D، ويساوي سالب 250 ضرب المسافة بين A و B هي 4 سنتيمترات، يعني 4 في 10 أس سالب 2. يكون الجواب 250 في 4000 يطلع 10، جواب سالب 10 فولت. طبعا بالارقام المعنويه اذا اردت ان اكتبها بالارقام المعنويه يجب ان تكون كالتالي، رقمين معنويين اقول سالب 1 0 ضرب 10 اس 1 فولت. من جهده اكبر A ام B؟ طبعا هنا كان السؤال طلب مني ان ارسم المجال بين الصفحتين. رسم المجال بين الصفحتين يكون هكذا، من الطرف الموجب الى الطرف السالب، هذه خطوط متوازيه مستقيمة، المسافة بينها واحدة. هنا نقطة مهمة جدا نقولها، كلما سرنا مع المجال ينحدر الجهد، كلما سرنا مع المجال ينحدر الجهد، كل إنما نمشي الجهد ينحدر، خطوط المجال هي انحدار الجهد. وهذا كلام بسيط ومنطقي، تستطيع أن تحفظها بأن تربطها، تقول هذا شحنته موجبة إذا جهده عالي، وهذا شحنته سالب إذا جهده أقل، وأنا لما بمشي بالاتجاه هذا بكون بقترب من الجهد الأقل، لذلك يقل الجهد. هنا طبعا A جهدها أكبر من B، إذا هنا V A أكبر من V B. يعني لما قلت أنا هنا فرق الجهد بينهما سالب 10 فولت، أي أنني قد حسبت V B ناقص V A، هاي تساوي سالب 10 فولت. أما V A ناقص V B سيساوي موجب 10 فولت. في الفرع التالي جيم مطلوب منا، في الفرع التالي في جيم مطلوب مقدار التغير في طاقة وضع الشحنة، مقدارها سالب 2 في 10 أس سالب 10 إذا تركت تتحرك بحرية في المجال مسافة 6 سنتيمترات، أذكر اتجاه حركتها. تغير مقدار التغير في طاقة جيم مقدار التغير في طاقة وضع شحنة مقدارها سالب 2
في 10 أس سالب 10 إذا تركت تتحرك بحرية في المجال مسافة 6 سنتيمترات. اذكر اتجاه حركتها. هنا دلتا بي ماذا تساوي؟ ناقص كيو في إي في دي. دلتا بي تساوي ناقص كيو، قيمتها هي الشحنة، هي أيضا سالب، طبعا الإشارة نعوضها هنا، سالب 2 في 10 أس سالب 10. هذه الشحنة في إي أنا حسبتها 250، في دي المسافة التي تحركتها كم قيمتها؟ المسافة التي تحركتها تحركت 6 سنتيمترات، إذا 6% سأكتبها عشان المساحة بس، 6%. كيف تتحرك هذه الشحنة؟ هذه الشحنة سالبة، سوف تتحرك في المجال باتجاه معاكس للمجال، يعني هي بتتحرك عكس خطوط المجال، لذلك سأضع إشارة سالبة هنا. ويساوي 2 في 250 500 في 3000. 3000 حيروح منها صفرين هنا، 3 في 10 أس سالب 9، 3 ضرب 10 أس سالب 9 جول. طبعا إشارتها ماذا؟ سالبة. هنا الشحنة تحركت بتأثير المجال، إذا تحركت الشحنة بتأثير المجال فإن طاقة وضعها تقل، طاقة وضعها تقل وتتحول إلى طاقة حركية. إذا كان بإمكاني الإشارات هذه كلها من البداية ما أحطها، ما أعيرها الانتباه، وأقرر أن هذه أن الطاقة التغير في طاقة الوضع سيكون سالبا، وهذا كلام صحيح. في فرع د يقول إذا حركت شحنة مقدارها سالب 3 في 10 أس سالب 10 في المجال فازدادت طاقة وضعها الكهربائية بمقدار 6 في 10 أس سالب 9. إذن حركت الشحنة مقدارها سالب 3 في 10 أس سالب 10 في المجال فازدادت طاقة وضعها، ازدادت طاقة وضعها بمقدار 6 في 10 أس سالب 9. ما مقدار الإزاحة التي تحركتها وبأي اتجاه؟ حركنا شحنة مقدارها سالب 3 في 10 أس سالب 10، زادت طاقة وضعها. إذا زادت طاقة وضعها معناها ماذا؟ معناها تحركت باتجاه عكس قوة المجال. هي شحنة ما هذه الشحنة؟ شحنة سالبة. إذا بتكون تحركت باتجاه المجال، ما دام الشحنة سالبة تحركت باتجاه المجال سوف يزداد طاقة وضعها. إذا دلتا بوتنشال انرجي تغير طاقة وضع يساوي ناقص كيو في اي في دي. وقال زادت بمقدار 6 في 10 أس سالب 9، إذا هنا 6 ضرب 10 أس سالب 9 تساوي سالب كيو، هي أيضا سالبة، سالب 3 في 10 أس سالب 10 في إي 250، ما في موجب سالب لإي، ضرب دي مطلوب مني أن أحسبها. طبعا إن شاء الله السالبة هاي مع سالب هنا بيروح، ويكون عندنا الجواب هنا دي تساوي 6 في 10 أس سالب 9 تقسيم الأرقام هاي كلها، حتى الجواب 8 سنتيمترات، 8 سنتيمترات، 8% متر. وإذا أردت رقمين معنويين سأضع هنا صفر أيضا. إذا هذه دلتا بي التي في الأعلى هي بحاجة إلى إيه حتى تضبط. وهكذا نكون قد حللنا هذا المثال، ننتقل إلى المثال الثالث. في المثال الثالث في الشكل شحنة موجبة مقدارها 6 في 10 أس سالب 6 موضوعة في الهواء، احسب جهد النقطة A التي تبعد عنها مسافة 10 سنتيمترات، وب طاقة الوضع التي تكسبها الشحنة مقدارها 2 في 10 أس سالب 9 عند وضعها في النقطة A، وج التغير في طاقة الوضع الكهربائي للشحنة في فرع B عند نقلها من A إلى B، وفي د التغير في طاقة وضع الشحنة عند نقلها إلى الملا نهاية. المثال في الشكل شحنة موجبة مقدارها 6 في 10 أس سالب 6 موضوعة في الهواء، احسب هذا الشكل كيو، إذا أنا عندي هنا كيو شحنة موجبة، في عندي هنا على يمينها نقطة هي A بعيدة 10 سنتيمترات، وهنا في مكان ما في عندي نقطة B بعيدة أيضا 10 سنتيمترات، هذه وحدة سنتيمتر أنا أعرفها، هي كيو، وكيو قيمتها كم؟ 6 مايكرو كولوم، إذا كيو تساوي 6 في 10 أس سالب 6 كولوم، ولرقمين معنويين. الآن مطلوب عندي في الفرع الأول فرع ألف أن أحسب جهد النقطة A التي تبعد عنها 10 سنتيمترات. الجهد V لشحنة النقطية هو K في كيو على R، K
9 في 10 أس 9 موجب في كيو 6 في 10 أس سالب 6. لو كانت الشحنة سالبة كنت حضع إشارتها على R البعد 10 سنتيمترات 10 في 10 أس سالب 2، حيكون الجواب 9 في 10 أس 9 في 6 5 و 4 من 10 ضرب 10 قوة 5 أظن. أنا عندي 9 ناقص 6 3 و 2 5 وهي 54 هيك 5 5 فولت موجب طبعا لأنه نشأ عن شحنة موجبة. إذا طبقت القانون اللي أنا حافظه في هذا الموضوع. إذا الآن في فرع باء مطلوب منا في فرع باء طاقة الوضع التي تكتسبها شحنة مقدارها كذا عند وضعها في نقطتين. طاقة الوضع التي تكتسبها شحنة مقدارها 2 في 10 أس سالب 9 عند وضعها في نقطتين. طاقة الوضع هي بوتنشال إنرجي، ماذا تساوي؟ تساوي كيو في دلتا في أو في V، Q في V. Q قيمتها هنا 2 في 10 أس سالب 9، 2 في 10 أس سالب 9. في V قيمتها حسبتها أنا فوق 5.4 ضرب 10 هو 5. إذا كم سيكون الجواب عندي هنا؟ سيكون الجواب في هذا الوضع ويساوي 2 في 5 و 4 من 10 10 و 8 من 10 يعني بصير 1.8 جول. 1 و 1 من 10 في 10 أس سالب 3 جول. هذا طاقة الوضع التي اكتسبتها هذه الشحنة. التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنة في فرع باء عند نقلها من A إلى B. فرع جيم سوف أنقل الشحنة من A إلى B. الآن سننقل الشحنة هذه من A إلى B. سأقوم بنقل هذه الشحنة من A إلى B. الشحنة اللي وضعتها قبل شوي إذا طاقتها طلعت 1.1 من 10 سأنقلها من A إلى B. قانون التغير في طاقة الوضع هنا دلتا potential energy تساوي Q في دلتا V. Q في دلتا V هنا تساوي Q في، شوف شو حكتب V B، النقل من A إلى B، V B ناقص V A، يعني Q هي الشحنة المنقولة، استبدلنا الأزرق بالأزرق، V B هي جهد النقطة التي ننقل لها، V A ننقل منها الشحنة المنقولة في جهد النقطة اللي رايحين عليها ناقص جهد النقطة التي قدمنا منها. طبعا هنا في بي وفي اي انا حسبت في اي، في اي قديش كانت 5.4 من 10 في 10 قوة 5، لكن لاحظ معي ان بي واي لهما نفس البعد على كيو، كيو هنا اي هنا على بعد 10 سنتيمترات وبي هنا على بعد 10 سنتيمترات، هاي 10 وهي 10، اذا الجهد لهما نفسه، معناه هنا شو يطلع الجواب؟ صفر. لماذا؟ ولان في اي تساوي في بي، صفر لان في اي تساوي في بي. هذا فرع جيم. في فرع دال مطلوب مني أن أحسب التغير في طاقة وضع الشحنة 2 في 10 قوة ناقص 9 عند نقلها من باء إلى الما لا نهاية. هذه نفس الشحنة، هي أريد أن أنقلها من باء إلى اللا نهاية. حقول دلتا بوتنشال إنيرجي تساوي كيو في دلتا في، يعني بتساوي Q المنقولة في V ورايحين على ما لا نهاية ناقص V ممكننا في B. طبعا هنا تساوي، ما راح اكتبها انا مرة ثانية، حكتب الإشارة مباشرة، ناقص 1.1 في 10 قوة سالب 3، مش طلعت معنا بالأول؟ لماذا أنا استعجلت؟ طبعا بإمكانك أن تعوض أرقام، V ما لا نهاية تساوي صفر بالاصطلاح، وV B هي نفس V A اللي هي 5.4 من 10 في 10 أس 5، لكن أقول عندما نقلنا الشحنة من B إلى المالا نهاية إنها سوف تصبح طاقة وضعها في المالا نهاية صفر، لأن جهد المالا نهاية صفر، إذن هي سوف تخسر كل طاقتها. إذن الطاقة التي حسبناها قبل قليل هي ستخسرها كاملة، وهي 1.1 من 10 في 10 أس سالب 3. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. في المثال الرابع في الشكل
Q1 تساوي 5 مايكرو كولوم وQ2 تساوي ناقص 2 مايكرو كولوم. احسب ألف جهد النقطة 0 و 0. لاحظ الشكل Q1 مقدارها 5 مايكرو كولوم، Q2 مقدارها ناقص 2 مايكرو كولوم، وعندي نقطة A أحداثياتها 3.8 سنتيمتر، والنقطة هذه النقطة اللي هي عندها Q1 أحداثياتها 3 و0، والنقطة 2 Q2 أحداثياتها ناقص 3 و0. هذا الصفر معنوي وهذا الصفر معنوي، إذن هي 3 على محور X وهذه ناقص 3 على محور X. نريد أن نحسب الآن جهد النقطة 0 و0. هذه النقطة 0 و0 التي سنحسبها، سوف أنقل الرسم إلى اللوح بالإحداثيات. في عندي هنا نقطة أحداثيها 3 و0، وهنا نقطة سالب 3 و0، وهنا نقطة هي عبارة عن 3 و8. هذول بشكل مثلث زي ما احنا شايفين قائم الزاوية، ضلعه 8 هنا، ضلعه هنا 3 من هنا و3 من هنا 6. طبعا هذا ضلع معروف، إذن هذه مباشرة نحسب النقطة هذه. هنا سيكون وتر هو عبارة عن جدر 8 تربيع زائد 6 تربيع، وهذه معروفة 10. إذن هذا الضلع سيكون 10 سنتيمترات. في هذا المثال الآن قبل أن أقرأه أقول في الشكل Q1 5 مايكرو كولوم وQ2 2 مايكرو كولوم بالسالب. إذن هنا في عندي أنا 5 مايكرو كولوم موجب، هنا في عندي سالب 2 مايكرو كولوم. عايزين جهد النقطة 0 و0، عايزين جهد النقطة 0 و0. طبعا جهد النقطة 0 و0 حنقول V للصفر و0. هذه النقطة 0 و0 فيها جهدين، جهد من الشحنة الأولى اللي هذه وجهد من الشحنة الثانية. لذلك سأقول كي، سأستخدم القانون اللي كتبناه في الشرح، كي في Q1 على R1 زائد Q2 على R2. طبق هذا القانون الآن، كي هي 9 × 10^9 في قوس، Q1 كم مقدارها؟ مقدارها 5 × 10^-6. R1 هي 3 سنتيمترات، 3 × 10^-2 زائد، لأن الثانية هذه سأعوض إشارتها سالب لأنها ناقص 2 × 10^-6 على R2 هي 3 × 10^-2. طبعا الكتابة أحجامها ليست واحدة، لكن أرجو أن يكون الكلام واضح. هنا الجواب سيكون V لهذه النقطة تساوي 5 ناقص 2 3، 3 × 3 حيروحوا مع بعض هذولا، حيظل عندي 9 ناقص 6 3 و2 5. إذن 9 رقمين معنويين في 10^5 فولت. أظن أن هذا الجواب صحيح، نعم 9 × 10^5 فولت. ماذا عملنا؟ حسبنا الجهد الناشئ عن الشحن الأولى في النقطة والجهد الناشئ عن الشحن الثاني في النقطة. الشحن الأولى تبعد 3 سنتيمترات والشحن الثاني 3 سنتيمترات. طبعا إشارة السالب هنا ليس لها قيمة لأنها بعد ما لها قيمة، أنا يهمني بعد النقطة عن الشحنة. نأتي الآن إلى الفرع التالي، كان هذا هو فرع ب، فرع ألف. لازلنا في بداية السؤال، يبدو أنني مستعجل قليلا. ب، جهد النقطة A. النقطة A كما نلاحظ هي وين جاي؟ نقطة A فوق، هذه نقطة A عايزين نحسبها. جهد النقطة A سنقول V A أيضا بها جهدان، K اللي هو 9 × 10^9، بطبق على القانون المكتوب عندي أنا فوق هنا في Q1. Q1 اللي هو كم قيمتها؟ 5 × 10^-6 على كم بعد Q1 عن هذه؟ هي 8 × 10^2 سنتيمترات لأنها زائد ناقص 2 × 10^6، نعوض الإشارة في حساب الشغل والجهد وطاقة الوضع، نعوض الإشارة على بعد النقطة هذه اللي أنا حسبته. هذه النقطة إيه؟ كم تبعد عن الشحن الثانية؟ تبعد الوتر 10 سنتيمترات، يعني 10 × 10^2 أو 1/10، حيكون الجواب 3.8 × 10^5.
3.8 في 10 قوة 5 فولت. إذا ماذا عملت هنا؟ حسبت الجهد الناشئ عن الشحن الأولى ثم الجهد الناشئ عن الشحن الثاني وطلعت الجواب من الآلة الحاسبة. في فرع جيم من السؤال يطلب حدد مكان النقطة التي ينعدم فيها الجهد الكهربائي للشحنتين والواقع على الخط الواصل بينهما. هذا السؤال بده انتباه شوية مش كثير. إذا أنا عندي شحنتين، الشحنة الأولى Q1 هنا وQ2 هنا، المسافة بينهما 6 سنتيمتر. سأقول أن الجهد ينعدم في النقطة التي تقع في هذا المكان. طبعا هذه شحنة سالبة وهذه شحنة موجبة، لأن أي نقطة موجودة في الوسط هذا سيكون لديها جهدان، جهد موجب وجهد سالب. متى ينعدم الجهد؟ إذا تساوى الجهد الموجب مع الجهد السالب. سأقول أن النقطة مثلا ها هذه هي نقطة انعدام الجهد. إذن في النقطة ها، إذن أقول ها هي نقطة انعدام الجهد، يعني يساوي صفر. طيب فيها إذن V1 لازم يساوي V2. هو أصلا أقول أنا V1 زائد V2 فيها يساوي صفر، هيك أنا عايزه. بعدين أقول V1 يساوي سالب V2، بس V2 وعنده إشارة سالبة حيطلع V1 يساوي V2. تستطيع أن تقول مباشرة أن V1 يساوي V2 كمقدار، والآن نعوض القيم. نقول هنا V1 من هو؟ V1 هو عبارة عن K في Q1 على R1 يساوي K في Q2 على R2. طبعا K هذه وK بتروح، ما في عندنا اختصار. Q1 كم تساوي Q1؟ هي الشحنة الأولى 5 مايكرو، ممكن ما أعوض المايكرو أنا ما في مشكلة، هاي 5 وهنا أحط 2 بدون إشارة، يعني لما نقلتها خلاص هي إشارة مأخوذة بعين الاعتبار 2، والمايكرو مع المايكرو بنقدر نختصره ما في عندنا مشكلة. R1 هي بعد الشحنة الأولى هذه. طبعا هنا يفضل أنه مثلا أنا أقول أنه هذه المسافة هي X، هذه المسافة بعد، لا لن أسمي X أسميها D، لأن دي X هذه أتمنى مشكلة بعد شوي. دي محور إكس، لأنه سأسمي هذه المسافة دي، فإذا كانت المسافة كلها 6 سأقول هذه ماذا؟ هي 6 ناقص دي. نجي الآن نعوضها وين؟ في المعادلة. إذا ماذا عملت؟ سميت المسافة بين النقطة ها التي افترضت أن الجهد عندها منعدم والشحن السالب دي، وبينها وبين الشحن الموجبة 6 ناقص دي، لأن كل المسافة كانت 6. سأعوض Q1 هي الشحن الموجبة الكبيرة هذه اللي هنا، مسافتها كم؟ 6 ناقص دي. كمان ما في داعي للتحويل هنا، لأنه سنتيمتر هنا وسنتيمتر هنا، وهنا ستكون دي فقط. ضرب تبادلي 5 في دي حيطلع معنا الجواب 5 دي يساوي 2 في 6 12 ناقص 2 دي. ومنه طبعا تيجي هاي لهم بصير 7 دي، 7 دي تساوي 12، إذا دي لحالها تساوي كم؟ 1.7 سنتيمتر، لأنني لم أحول. إذن هذه المسافة 1.7 سنتيمتر، وهذه كلها قديش؟ 6، كل مسافة 6، إذن تبقى هنا كم؟ 4.3. أستطيع أن أعبر عنها أنا بتعبير آخر، وعندي أنا محور هون، في عندي هنا محور قسم الصفر، هذه كلها ناقص 3، هذه 1.7، يبقى هاي قديش ضلت؟ ظلت ناقص 1.3. يعني أستطيع أن أقول أو إكس للنقطة، إكس للنقطة ها تساوي سالب 1.3 سنتيمتر. لا داعي لهذه، هذه تكفي. إذن ماذا عملت لإيجاد نقطة انعدام المجال؟ قلت يجب حتى ينعدم المجال، حتى ينعدم الجهد، يجب أن يكون لدينا شحنتان مختلفتان في النوع، واحد موجب واحد سالب، مشان جهد موجب وجهد سالب يكون مجموعهم صفر، لكن موجب وموجب مجموعهم سيكون موجب، سالب وسالب حيكون مجموعهم سالب، ما راح يطلع الجواب صفر. لذلك كذا ما نعمل، نقول لازم يكون V1 يساوي V2 في النقطة، V1 موجب V2 سالب حيطلع مجموعهم صفر. إذا Q1 على R1 Q2 على R2، الأصل نقول هنا 5، وبأفرض المسافة كم قيمتها؟ بعدها عن إحدى النقطتين مجهول، وعن النقطة الأخرى بدلالة المسافة الكلية 6 ناقص دي، والإجراءات كما رأيتم. ننتقل للفرع التالي، كان هذا فرع جيم. يقول ما مقدار طاقة الوضع الكهربائية التي تكتسبها شحن مقدارها ناقص 2 في 10 أس سالب 10 عند وضعها في النقطة إيه؟
إذن مطلوب مني potential energy تساوي Q في V ويساوي الشحنة مقدارها ناقص 2 ضرب 10 أس سالب 10 ضرب 3.8 في 10 أس 5 ويكون الجواب سالب 7.6 في 10 أس سالب 5 جول. إذن الشحنة ضرب جهد النقطة التي وضعناها بها ويكون الجواب سالب لأن الشحنة أيضا سالبة. وهنا الفرع داء ها مطلوب منا الفرع ها ما مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائي لشحنة مقدارها 2 في 10 أس سالب 12 عند نقلها من A إلى نقطة الصفر صفر. إذن مطلوب مني دلتا بوتنشال إنيرجي تساوي Q في V التي ذهبنا إليها اللي هي صفر وصفر ناقص VA ويساوي مقدار الشحن 2 في 10 أس سالب 12 في V صفر وصفر كما حسبناها بالفرع الأول هي 9 في 10 أس 5 ناقص 3.8 في 10 أس 5 أيضا اللي هي جهد النقطة A ويكون الجواب 1 ضرب 10 أس سالب 6 جول. إذن إذا أردنا أن نحسب التغير في طاقة الوضع لشحن منقولة نقول دلتا بوتنشال إنرجي تساوي الشحن المنقولة مضروبة في فرق الجهد بين النقطتين المنقول بينهما جهد النقطة التي سنذهب إليها ناقص جهد النقطة التي نقلنا الشحنة منها. والآن إلى الفرع دال ما مقدار طاقة الوضع الكهربائية التي تكتسبها شحنة مقدارها ناقص 2 في 10 أس سالب 10 كولوم عند وضعها في النقطة A. إذن في فرع دال نريد أن نحسب potential energy تساوي Q في V في V لA ويساوي مقدار الشحنة سالب 2 ضرب 10 أس سالب 10 ضرب 3.8 ضرب 10 أس 5 ويساوي هذا مقدار الآن إذن مقدار طاقة الوضع هو مقدار الشحنة في جهد النقطة الموضوعة بها يساوي سالب 7.6 ضرب 10 أس سالب 5 جول. بكل بساطة مقدار طاقة الوضع لشحنة موجودة في نقطة هو مقدار الشحنة مضروب في جهد تلك النقطة. الفرع ها في الفرع ها ما مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية لشحنة مقدارها 2 ضرب 10 أس سالب 12 كولوم عند نقلها من A إلى نقطة الأصل. إذا مطلوب مني أن أحسب دلتا بوتنشال إنرجي والتي تساوي Q المنقولة في جهد النقطة التي سأذهب إليها ناقص جهد النقطة التي كنت بها أنا سأنقل من A إلى صفر وصفر. إذن يساوي كم Q المنقول هنا 2 ضرب 10 أس سالب 12 في جهد النقطة المنقول لها له صفر وصفر 9 في 10 أس 5 سالب 3.8 في 10 أس 5 أيضا ويكون الجواب هنا 1 ضرب 10 أس سالب 6 جول. إذن في عملية النقل يلزمني بذل شغل هذا الشغل يتحول إلى طاقة وضع. الشغل أو طاقة الوضع أو التغير في طاقة الوضع هو مقدار الشحن المنقولة أستطيع أن أكتب هنا الشحن المنقولة كما سبق وأشرنا وهنا جهد V جهد النقطة التي نذهب إليها أو المنقول التي سننتقل إليها ناقص جهد النقطة التي نقلنا منها وبالتعويض نحصل على الإجابة المطلوبة.
في سؤال رقم 5 في سؤال رقم 5 يقول مجال كهربائي منتظم كما في الشكل مقداره 2.5 × 10^4. احسب فرق الجهد بين A و B. عندنا النقاط A هنا و B هنا و C هنا، هذه مسافتها 8 سنتيمترات وهذه مسافتها 6 سنتيمترات. الآن مطلوب منا أن نحسب فرق الجهد بين A و B. سأقول فرع ألف V بين A و B، هاي A وهاي B، حسبنا واحد قبل قليل هكذا كان في المكثف، يساوي ناقص E في D، ويساوي كم A قيمتها؟ 2.5 × 10^4، 2.5 × 10^4 ضرب دي المسافة هي 8 سنتيمترات يعني 8 × 10^2، 2.5 × 28 يعني 2000، 2000 فولت، حيطلع معنا الجواب 2 في الأرقام المعنوية في 10^3 فولت. في فرع باء مطلوب فرق الجهد بين سي وبي. في فرع باء مطلوب فرق الجهد بين سي وبي. فرق الجهد بين سي وبي شفوي صفر، يساوي سالب اي في دي، يساوي طبعا هنا سالب كانت إشارة، هون الإشارة السالبة موجودة لا تزال، سأعلق عليها الآن. سالب اي هي 2، اي هي 2.5 × 10^4 ضرب دي، دي تساوي صفر. هنا دي تلزمني المسافة، قلنا هي المسافة هي الإزاحة باتجاه المجال، يعني إما مع المجال أو ضده، كأنها هذه حلقة سباق. الآن عندما يتسابق المتسابقون في حارات السباق هذه يهمنا المسافة التي يتقدم بها أو يتأخر بها المتسابق، لا يهمنا المسافة العمودية. يعني لو اثنين لو أحد المتسابقين وصل إلى سي وأحد المتسابقين وصل إلى بي، هذول بنقول وصلين مع بعض، ما حد سابق الثاني، لذلك مسافتهم صفر، إذن هذه صفر. إذن هنا ما في عندنا فرق جهد بين سي وبي. وإذا بتتذكروا في الشرح قلنا بأنه في عندنا خطوط أو سطوح تساوي الجهد، وعلقت عليها أنا قلت هي تكون عمودية على خطوط المجال، المجال المنتظم تكون هكذا. عايز فرق الجهد بين فرع جيم، نريد أن نحسب فرق الجهد بين A وC، VAC. VAC تساوي ناقص E في D، ويساوي سالب 2.5 × 10^4 ضرب دي. كم الآن؟ كم سي تسبق A؟ سي تسبق A بهذه المسافة 8، فسأكتب أنا هنا 8 × 10^2، ويطلع الجواب مرة أخرى سالب 2 × 10^3 فولت. إذا قلت أنا سأعلق على الإشارة السالبة هذه، كما قلت خطوط المجال هي انحدار الجهد، يعني VA أكبر من VB، فأنا لما بحسب VBA VAB بكون في الحقيقة عم بحسب VB ناقص VA، VB ناقص VA لازم يطلع سالب لأنه VB أقل من VA. هنا هي نفس الكلام، بكون أنا قاعد بحسب VC ناقص VA وهو VA أكبر من VC، إذا حتكون جواب سالب. في المطلوب الثالث فرق الجهد بين C و A، بين A و C. إذا في فرع جيم حنقول إذا نقل إلكترون من النقطة A إلى C، من A إلى C، هل سينقل A مع المجال؟ إذا نقل إلكترون من A إلى C فمقدار التغير في طاقة وضعه هنا دلتا بوتنشال إنيرجي، ماذا تساوي؟ دلتا بوتنشال إنيرجي تساوي Q في دلتا V بيمشي الحال على طول، أو ناقص Q في دلتا في E في D. حنقول Q في دلتا V، Q كم قيمتها؟ سالب 1.6 × 10^19، وانا نعوض الاشارات، ضرب دلتا في كم قيمتها؟ سالب 2 2000 يعني في 10^3، حيطلع الجواب موجب 2 × 1.6 = 3.2 × 10^16 جول. طبعا هنا الاشاره ساقررها انا سابقا لانه الاشاره فعلا مربكه. هنا الالكترون تحرك من A الى C، اي انه تحرك باتجاه خط المجال، تحرك عكس قوة المجال، إذن سوف يكسب طاقة وضع، لذلك لازم تكون موجبة، ولو ما طلعت موجبة حطها موجبة. في فرعها التغير في طاقة وضع شحن مقدارها 2 × 10^12 عند تحريكها من B إلى C، سأحرك شحني من B إلى C. دلتا بوتنشال إنيرجي
تساوي كيو في دلتا في. أسهل لي هذه، تساوي صفر لأنه لا يوجد فرق في الجهد بين، لأنه في سي تساوي في في، ما في بيناتهم فرق جهد. وفي فرع واو القوة التي يؤثر بها المجال على الشحن في فرعها. طيب في فرعها التغير في طاقة الوضع صفر والشغل صفر، كم تكون القوة؟ طبعا الإجابة المنطقية قد يقول الطالب صفر، هذا إجابة خاطئة. F تساوي Q في E. Q كم قيمتها؟ Q هي الشحنة المنقولة يا سيد 2 × 10^12 في E 2.5 × 10^4 لما أذكر 2 × 2.5 = 5 رقمين معنويين في 10^8 هذه شو نيوتن. وين اتجاهها؟ حتى نفهم احنا الوضع شو اللي صاير الان، المجال عندي باتجاه هذا بي وسي جايين على خط واحد، بي وسي جايين هيك، هاي هون وهاي هون سي وهاي هون بي. انا سانقل هذا الاتجاه، وين القوه؟ هاي شحنه ايه؟ شحنه موجبه. اذا القوه اللي عليها شو بتكون؟ قوه باتجاه المجال، باتجاه المجال سانا ابحث عن القلم الاخضر، هاي هي القوة. إذا لاحظ F لليمين النقل لوين؟ باتجاه Y. F على X إذا بيناتهم كم؟ 90 درجة. إذا هنا ثيتا تساوي 90 درجة. هل تذكرون قانون الشغل؟ الشغل شو بساوي؟ F D كوساين ثيتا، كوساين 90 حيطلع معك الجواب صفر على طول. إذا هذا كلام منطقي. إذا الشغل صفر معناه ما فيش تغير في طاقة الوضع. يعني ما الذي يغير طاقة الوضع؟ الشغل. الشغل إذا كان مبذول على القوة على الشحنة فإنه سوف يزيد من طاقة وضعها. المثال السادس، ضع إشارة صح على يمين أنسب إجابة صحيحة لكل مما يلي. أولا، القوى التي لها طاقة وضع هي قوة المرونة، قوة الجاذبية الأرضية، القوة الكهربائية، جميع ما ذكر. طبعا هذه القوى الثلاث قوى محافظة كلها لها طاقة وضع، لذلك الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة جميع ما ذكر. تزداد طاقة الوضع الكهربائية لشحنة سالبة عندما، طبعا الشحنة السالبة تزداد طاقة وضعها متى؟ هي الشحنة السالبة في وضع طبيعي تتحرك عكس المجال. إذا أردنا أن نزيد طاقة وضعها لازم نحركها باتجاه المجال. إذن عندما تتحرك باتجاه المجال، هذه الإجابة الصحيحة. إذن تحرك والبقية ليست صحيحة. في العلاقة دلتا بوتنشال إنرجي تساوي ناقص كيو إي دي، فإن دي تمثل، طبعا هنا دي ماذا تمثل؟ دي تمثل مركبة الإزاحة باتجاه المجال، وقد ركزنا عليها في الشرح كثيرا. إذن دي تمثل مركبة الإزاحة باتجاه المجال. السؤال الرابع، في الشكل إذا كان الجهد الناتج عن الشحن كيو في مركز المربع 6 فولت، هذه كيو في مركز المربع هنا جهدها 6 فولت، فإن جهد النقطة A هي A هي مركز المربع بالفولت يساوي 60 فولت × 0.12. طيب نشوف كيف. لاحظ هنا عندك كيو، إذن هاي بتعمل هون 6، هاي سالب 2 كيو، كم هتعمل هنا؟ سالب 12. هذه سالب 4 كيو، هتعمل هنا كم؟ سالب 24. وهنا 3 كيو، هتعمل هنا موجب 18. مجموعهم كاملا كم راح يكون؟ إذن سنأخذ المحصلة نحن، نقول ناقص 4 ناقص 2 ناقص 6 بينما الموجب 4، إذن المحصلة ناقص 2 ناقص 2 كل واحد منهم 6، حيبقى الجواب ناقص 12. هذه هي الإجابة. مرة أخرى شو عملنا؟ إما أن تحسب المحصلة للجهود أو أن تحسب المحصلة للشحنات ثم تضرب في الجهد. هذه كيو هتعمل لك 6 ناقص 2 هاي تعمل ناقص 12، هاي تعمل 18، هاي تعمل ناقص 24، نجمعهم كلهم مع بعض، الموجب موجب والسالب سالب، وبعدين بيطلع الجواب النهائي. عندما يتحرك إلكترون وبروتون من السكون في مجال منتظم فإنهما يتساويان ب العجلة التي تتحرك بها. شو رأيكم؟ طبعا العجلة هنا تعتمد على الكتلة، كتلة البروتون وكتلة الإلكترون ليست متساوية. مقدار القوة المؤثر عليهما، القوة تساوي كيو في إي، شحنة الإلكترون وشحنة البروتون متساويتان، إذا هذه إجابة صحيحة ما في عليها مشكلة. السرعة هي يكون لهما نفس السرعة؟ طبعا لا، إذا كان لهما عجلة مختلفة فإن لن يكون لهما نفس السرعة. المسافة التي يقطعانها خلاص انتهى الموضوع، إذا سيؤثر عليهما مقدار القوة ولكن باتجاهين متعاكسين. في السؤال السادس، في الشكل إذا كان جهد النقطة ها يساوي صفر
فإن النسبة بين Q2 إلى Q1 تساوي، إذن جهد النقطة ها صفر، هاي جهدها. فإن النسبة بين Q2 إلى Q1 تساوي كم راح تكون هنا؟ إذا جهدها صفر، هذه جهد الجهد فيها صفر، معناه الجهد الشحن الأولى يساوي جهد الشحن الثاني، وإحداهما سالبة والأخرى موجبة، لأن النسبة بين Q2 على Q1، لاحظ ها أقرب إلى Q1، إذن Q1 راح تكون أقل، معناه Q2 على Q1 لن تكون تسع، هذه إجابة خاطئة، ولن تكون ثلث، يا بتكون ثلاث يا بتكون أربعة. هنا طبعا كيف نحسبها احنا؟ نقدر نقول في 1 تساوي في 2، اذا كيو كي معادله كامله كي في كيو 1 على كيو على ار 1 تساوي كذا، ونعوض 1 و2، او بالنسبه والتناسب مباشره ستجد انه هذه بعدها النقطه بعدها نصف النقطه اللي هون، فيطلع الجواب معنا 3، ولكن ايضا تاكدوا منها. اذا كيو 2 تساوي 3 اضعاف كيو 1. السؤال السابع، إذا كان جهد النقطة A، جهد النقطة A هذه النقطة A يساوي 6 فولت، فإن جهد النقطة B بالفولت يساوي جهد النقطة B. لاحظ جهد A، A تبعد 1 سنتيمتر، بينما B تبعد كم؟ 3 سنتيمترات، 3 سنتيمترات. إذا لازم يكون هنا جهد النقطة B ماله يقل إلى الثلث، لأنه أبعد بعدنا المسافة زادت 3 مرات. إذا قل إلى الثلث هو 6، سيصبح الجواب الصحيح هو 2 فولت. إذا هذه 2 فولت. السؤال الثامن، إذا وضعت شحنة موجبة حرة الحركة في مجال كهربائي فإنها تبقى ساكنة تتحرك باتجاه المجال، طبعا شحنة موجبة حرة الحركة ستتحرك باتجاه المجال. في الشكل يمكن أن يعدم الجهد في النقطة، الشكل هذا يمكن أن يعدم الجهد في النقطة. هنا شحنتان موجبتان، هذا سقطت من الرسم، Q1 وQ2 شحنتان موجبتان، لا يمكن أن ينعدم المجال الجهد الكهربائي لهما، الشحنات المتماثلة لا يمكن أن ينعدم الجهد الكهربائي لهما. قد أتينا إلى نهاية درسنا هذا، أتمنى أن أكون قد قدمت درسا مفيدا، وأشكر زميلي الأستاذ علاء كيوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.